في الفيديو بتاع النهاردة هنكمل الدورة التعليمية بتاعتنا عن سبريتشارت، وفي الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن ازاي نملى الفورم بتاعت W8BEN اللي على موجودة على سبريتشارت، بحيث ان احنا نقلل القيمة الضريبية اللي بيستقطعوها منك او بيستقطعوها من ارباحك كل شهر. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة لك هنا في القناة، أنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص الطباعة عند الطلب. قبل ما أبدأ الفيديو لازم تعرف إن حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا لكل الديزاينر على سبريتشارت، فركز معايا وامشي معايا خطوة بخطوة، وخليك مستعد إنك توقف الفيديو وتكتب ورايا الحاجات اللي أنا هعملها أو المعلومات اللي أنا هقدمها علشان ما تفوتش أي حاجة وتطلع الفورم ده بشكل صحيح. نيجي بقى للجزء الخاص بالتاكس تارس أو الوثيقة الضريبية بتاعتك على موقع سبريتشارت. مبدئيا كده لو جيت قريت هنا why do we need this information، ليه هم محتاجين المعلومات الضريبية دي عنك، هيقول لك هنا the commission you earn at Spreadshirt counts as income، يعني الفلوس اللي انت بتاخدها من Spreadshirt او المارجن بتاعك على Spreadshirt بيعتبر income او مصدر دخل. find out what that means for you in terms of taxation in our help center. هتخش هنا تعرف تقرأ شوية معلومات عن التاكسس والضرايب هنا وده معناه ايه وهم بياخدوا منك ليه والكلام ده كله، بس اللي لازم تاخد بالك منه وتتأكد منه why do I need to fill this form، ليه انت فعلا محتاج انك تعبي الفورم ديت او الوثيقة ديت. we are required by the IRS، الـ IRS ديت اللي هي زي ما تلاحظ الضرايب في امريكا او حاجة كده، to collect and report businesses transaction and provide statements of income to parties involved in those transactions. يعني لازم هم ياخدوا ريبورت بكل الحوالات اللي بتتم في الشركة وكل الفلوس اللي بتدفع كذا income ليك أو الفلوس اللي هم بياخدوها كمان أو البروفيت أو المارجن اللي بياخدوه من بيع المنتجات ديت، ويقدموها للIRS أو مصلحة الضرائب الأمريكية كل آخر شهر علشان يدفعوا الضرائب عليه. Failure to provide correct information will result in Spreadshirt withholding up to 30% of your earnings. يعني لو انت فشلت في ان انت تقدم وثيقة سليمة 100% Spreadshirt هيضطر ان هو ياخد 30% من العائد بتاعك او من المارجن اللي انت هتجمعه ومش هيديهولك. علشان نتجنب الموضوع ده او نقلل من التاكسس اللي مفروض عليك، لازم تعبي الفورم اللي هي W8BEM وبشكل صحيح وتقدمها لهم، وبعد كده تاخد approval، وساعتها التاكسس هتقل من 30% لمثلا 0% او 15%، او طبعا على حسب الدولة اللي انت فيها. هنا في مصر بياخدوا 15% تاكسس، علشان كده لازم قبل ما تخش تملى الفورم معايا وقف الفيديو وروح اتاكد بسرعه من الدوله بتاعتك سواء المغرب او الجزائر او الدول دي، لان انا فعلا ما اعرفش نظام الضرايب عندهم ايه. شوف ممكن ياخدوا منك قد ايه كضرايب وسجله بره كده على ورقه، علشان واحنا بنعمل الفورم دي هنحتاجها جدا. اول حاجه بقى لازم تعملها وهي تختار not taxable in US، لازم تختار الاختيار دوت. بعد كده هتفتح لك ايه صفحه زي ديت، هتلاقي هنا عندك non US tax ID. في الجزء ده بتحط الرقم الشخصي بتاعك، يعني هنا في مصر بيسموه الرقم القومي، في بعض الدول بيسموه البطاقة الشخصية أو اللي هو السوشيال اي دي نمبر بتاعك، دخله بس هنا وبعد كده بتعمل apply. تيجي بقى للخطوة التانية، هو لك download the form fill it out and send it back to us، يعني هتنزل الفورم ديت اللي هي W8BEN، هتنزلها PDF عندك على الكمبيوتر وتملاها وبعد كده تبعتها للتاكسيشن at spreadshirt.com من الايميل اللي انت عامل منه الحساب بتاعك. بعد ما تنزل الفورم على الكمبيوتر بتاعك هتخش على موقع DocPly، هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن. الموقع ده بيقرأ لك الصفحات البي دي اف وبيسمح لك ان انت تعمل اديتس وتحط توقيع كمان عليه، علشان كده احنا نستعمله مش نستعمل البي دي اف اللي على الكمبيوتر. هتيجي هنا وتعمل add new file upload from your computer وتعمل ابلود للفايل اللي انت نزلته من الموقع. اول ما الفورم تفتح على موقع DocPly هتلاقيها بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت. مبدئيا كده لازم تشوف هنا فوق ديت فور يوز باي individuals مش companies، يعني انت تتعامل على المواقع print on demand على انك individual، يعني افراد او اشخاص مش شركات كبيره. تاني حاجه هيقول لك هنا go to irs.government.forum W8BEN دوت الفورم او اللي هي الفورم اللي قدامك ديت اللي على موقع الاي ار اس الامريكي، علشان تشوف الانستراكشن ازاي تعبي الفورم ديت. طبعا احنا هنعبيها مع بعض فانت مش محتاج تخش او تقرا حاجه.
دي شويه بس ايه do not use this form if you're not if you are not an individual يعني لو انت company وشويه حاجات من دي يعني ملناش دعوه بيها. هنيجي اول حاجه على هنا identification of beneficial or owner يعني البارت 1 دوت هتلاقيه برضو في الانستراكشن لو انت حبيت تخش على الموقع دوت وتشوف المواقع هتلاقي فيه بارت 1 لاين 1 يعني هتلاقيه مترتب عندك ازاي تعبي كل واحد فيه بالتفصيل وكل المعلومات اللي انت عايز تعرفها. مبدئيا هنخش على لاين 1 نيم اوف انديفيديوال هو از بينيفيشال اونر يعني هتحط اسمك هنا بالكامل زي ما هو مكتوب في الباسبورت لو معاك باسبورت او في البطاقه بس تكتبه انجليزي وتاخد بالك ان اول حرف من اسمك او اي اول حرف من كل اسم في اسمك لازم يكون كابيتال ليتر ما ينفعش يبقى مثلا تكتب ابراهيم تكتبها بالاي سمول لازم تكتبها اي كابيتال ظاهر دي كابيتال ما ينفعش تكتب دي سمول يعني مثلا هو مش هيعتبر اسم غلط ومش هيقبلها. Country of citizenship يعني انت من انهي دولة جنسيتك ايه او اصلك من انهي دولة. طبعا انا هنا من مصر هو مكاتب هنا مصر. Permanent resident address يعني عنوانك اللي انت قاعد فيه في البيت قاعد فين بشكل دائم. واللي هو طلبه منك هنا ال permanent resident اللي هو عايز الستريت والابارتمنت يعني اسم الشارع بتاعك العمارة بتاعتك رقم كام والشقة بتاعتك رقم كام يبقى انت كده خلصت الخانة دي. طبعا ما تستعملش الـ EPO box يعني العنوان البريدي ما تحطهوش هنا. بعد كده الطلب اللي بعديه city or town والstate يعني انا مثلا من المنصورة محافظة الدقهلية او مكاتب المنصورة محافظة الدقهلية او مكاتب ايه include postal code يعني تحط البوستال كود بتاعك اقرب منطقة ليك. انا مثلا من المنصوره او داخل كده على جوجل كاتب منصوره بوستال كود هيطلع لي هنا على طول البوستال كود او واخده عامله كوبي وراجع تاني على هنا وكاتب مثلا المنصوره الدقهليه ومحطط ايه البوستال كود بتاعي. الكونتري هتكتبها ايه ايجيبت. بعد كده الجزء رقم 4 او اللاين رقم 4 الميلينج ادرس different from above يعني لو انت عندك ايميل تاني او في بتتعامل بايميل تاني غير اللي انت مسجل بيه فبتكتبه هنا غير كده بتكتبها فاضيه خالص ما بتكتبش حاجه فيها. طبعا الجزء دوت الخانه دي والخانه اللي بعديها والخانه الكونتري دول لو انت ساكن في مكان تاني او عندك ايميل تاني او مقيم في مكان تاني ساعتها بتكتب بتدخل البيانات دي لكن لو انت ما عندكش والحاجات اللي مكتوبه هنا هي الاساسيه بتاعتك فمش مضطر ان انت تكتب ميلينج ادرس ولا تسجل في تكتب حاجه هنا في سيتي اور تاون لان انت كتبتها هنا خلاص ولا تكتب حاجه في الكونتري لان انت برضو كتبتها هنا خلاص. نيجي بقى الرقم 5 وهي عايزك تحط الاس اس ان اور الاي تي اي ان ده رقم بتطلعه من الاي ار اس او هيئه الضرايب في امريكا. لو انت ما عندكش الاي تي اي ان ممكن تسيبها فاضيه ومفيش فيها اي مشاكل لكن لو انت مطلعه اصلا من بيزنس عملته اصلا قبل كده على الانترنت وعندك اي تي اي ان ممكن تدخله هنا ويبقى انت كده في السليم. لكن لو ما عندكش مفيش فيها اي مشاكل انك تسيبها فاضيه انا سبتها فاضيه. الفورين تاكس ايدنتيفيكيشن نمبر دوت يا سيدي الرقم بتاع الضرايب في الدوله اللي انت مقيم فيها او دولتك. انا في مصر رقم الضريبي هنا في مصر انت في الجزائر رقم الضريبي في الجزائر في المغرب وهكذا. طب انا ما عنديش رقم ضريبي بالنسبه لي هنا في مصر انا ممكن اعمل حاجتين اول حاجه دخل الرقم القومي بتاع البطاقه الشخصيه او بكتب not legally required وهنشوفها دلوقتي. طب بالنسبه لاي حد مثلا خارج مصر وما عندكش بطاقه ضريبيه انا ما اعرفش اذا كان ممكن تحط البطاقه الشخصيه بتاعتك ولا لا بس للضمان زي ما هو كاتب في الـ IRS على الموقع بتاعهم هتكتب not legally required دي هتلاقيها في part 1 line 6 ده فوق line 7 هنا هتلاقي line 6 not legally required تقوم واخد دي copy وراجع هنا اهي ثم عامل paste not legally required وما فيش فيها اي مشاكل. نيجي بقى الرقم 7 reference number. reference number ده يا سيدي لو انت رجعت على spreadsheet في الجزء بتاع tax status هتلاقي عندك هنا بيقول لك ايه رقم 1 داونلود التاكس رقم 2 اد يور بارتنر اي دي الرقم الموجود هنا دوت في 2 لاين 7 اون ذا فورم يعني الرقم 7 على الفورم اللي احنا كنا واقفين عليها هتعمل كوبي للرقم دوت وتيجي هنا تعمل له بيست ويبقى انت كده زي الفل. طيب الديت اوف بيرث طبعا الريفرنس نمبر ده بيختلف من حساب لحساب يعني ما تحطش الرقم بتاعك يعني هتحط الرقم بتاعك خاص بك انت. الديت اوف بيرث
طبعا هتكتب البيرث داي بتاعك او يوم ميلادك بطريقه المانث داي يير، يعني هتكتب شهر كام يوم كام، مش اليوم بعد كده الشهر بعد كده السنه، لا تكتب الشهر بعد كده اليوم بعد كده السنه زي نفس ما هو مكتوب في الصيغه اللي فوق عندك هنا. نيجي بقى للجزء اللي بعد كده البارت 2 دوت، اقرار ان انت الكلام اللي انت كتبته فوق ده صحيح وتعديل على الريت اللي هم هيسحبوه منك. تمام، بتكتب I certify that the beneficial owner of the, is a resident of، تقوم كاتب الكونتري بتاعتك هنا البلد بتاعتك هنا، طبعا مصر كتبت هنا مصر، لو انت من اي دولة تانية بتكتب within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country. طيب لو انت طبعا يعني ده اقرار ان اللي كتبته فوق دوت هيبقى taxes between مصر وامريكا. بعد كده special rates and conditions if applicable، طبعا انت الريتس اقل من 30% فانت هتقدم الاقرار او الدليل على ان كلامك ده صح. لما انا فتحت income tax treaty between United States and Egypt الارتكل 12 article اللي هو المقال 12 على النقطة 2، فبيقول لك هنا ان 15% تاكس بياخدوا بين مصر واليو اس. فلما نيجي نرجع هنا رحت كاتب article and paragraph article 12 paragraph 2 زي ما هو مكتوب هنا article 12 interest paragraph 2. طبعا انت لو في دولة تانية هتخش تشوف برضو الparagraph بتاعك وarticle كام وتكتبهم هنا. paragraph 12 Article 2 of the treaty identified on the line 9 above to claim a 10%، هتلاقيها موجودة برضو هنا 15%. في بعض الدول العربية تقريبا يا المغرب يا الجزائر بياخدوا 20%، أنا مش متذكر بالضبط، فلو أنت من المغرب أو الجزائر دور على الـ Interest Rate Treaty between the United States والمغرب أو United States والجزائر وهتلاقي القيمة اللي هم بيسحبوها منك هنا مكتوبة، تقوم حاططها هنا. طبعا ما تكتبش صفر، ما ينفعش دي يبقى صفر، ما تهيأليش في دولة العربية ما بتاخدش 0%، كل الدول تقريبا بياخدوا يا 15 20 او اكتر، انا مش متذكر كل الدول، بس مصر هنا وعلى حسب الاي ار اس بتاخد 15%. تمام، 15% of withholding on specify type of income، انت الفورم دي انت عاملها على انهي تايب انكم اللي احنا بنعمله او المارجن اللي احنا بناخده من البرنت اون ديماند اسمه رياليتيز. رياليتيز هتكتب هنا اوف رياليتيز وتقوم حاططها هنا كده. نيجي بقى للجزء اللي بعد كده بيقول لك اكسبلين ذا اديشنال كونديشن ان ذا ارتكل اند باراجراف ذا بينيفيشال اونر ميز ذا تو بي اليجبل فور ذا ريت اوف ويذهولدنج. طيب هو بيقول لك دلوقتي وضح ليه هو ان بالباراجراف والارتكل ما ينفعش يخصم منك اكتر من 15%. كل اللي تكتبه تقول no permanent establishment in the USA زي ما مكتوب في article 5، تكتب كده article 5. هتروح لو رجعنا تاني للinstruction على article 5 في الجزء اللي خاص بالpermanent establishment، لو قريت الارتكل كله هتلاقي ان انت تبقى انت مناسب لل 15% وما ياخدش منك اكتر من كده لو انت ما عندكش اي permanent establishment، يعني ما عندكش اي حاجه منشآت موجوده في اليو اس، يبقى انت كده خلصت part 2. بس اكتب الجزء زي ما انا كاتبها كده no permanent establishment in the US. نيجي بقى للجزء اللي بعد كده السيرتيفيكيشن، كل عليك ان انت تيجي بقى هنا تعمل ساين، هتضغط هنا على ساين هير. طبعا بما اننا هتعملنا دوك بلاي فهيسمح لك ان انت تساين على الفورم اللي انت حاططها بدل ما تطبع الورقه وبعد كده تساين بايدك وتصورها وتاخدها سكان وبعد كده ترفعها على الكمبيوتر وتبعتها لهم. هتساين هنا من على الدوكيمنت نفسها من على البي دي اف وتبعتها لهم على طول. اضغط ساين هير، هيبقى عندك تو اوبشنز 3 اوبشنز. اول واحد التايب ان انت تكتب التوقيع بتاعك، تاني واحد ترسمه لو انت تعرف ترسم من على الكمبيوتر، وثالث واحد ابلود لو انت اصلا عندك توقيع متسجل قبل كده. طبعا انت ممكن تعمل تايب عادي مفيش مشاكل وهو بيطلعها لك بخط الايد فبتبقى شبه خط الايد بالظبط. ابراهيم ظاهر، تمام، وتختار اي خط كده مناسب بيكون شكله قريب من شكل خط ايدك. تمام، وعلى كده مثلا نقول الخط ده مثلا انا خطي وحش فبالتالي نختار خط شكله وحش كده. بس طبعا تشوف اي توقيع انت بتوقعه وتقوم كاتبه، او لو عايز ترسمه رسمه برضه مفيش مشاكل وتعمل اوكي، يبقى انت كده هنا وقعت. بعد كده تيجي تكتب الديت هنا زي ما اتفقنا فوق، في عيد الميلاد كتبنا المانث الاول بعد كده الدي بعد كده الير، يعني احنا في شهر 3 في يوم 26 2021.
تيجي بعد كده الخانه اللي بعديها print name of signer، يعني اسمك بالكامل، لازم تحط اسمك بالكامل. انا اسمي ابراهيم محمود حامد ظاهر، بكتبه هنا كده بالمنظر دوت، ويبقى انا كده خلصت الخانه دي. اخر خانه بقى معانا الكاباسيتي ان ويتش اكتنج، يعني انت بتقدم الفورم ديت على اساس انت هل انت individual ولا company ولا انت agent، وبتقدم ديت عن شخص معين. فانت بتكتب individual يعني انت شخص، وبتقدم الفورم دي كشخص عامل مش كجهه مثلا زي company او agent او اي حاجه بس. يبقى انت كده خلصت الفورم بتاعت ال W8BEN، وبتعمل لها سيف، وبعد كده بتعمل لها اكسبورت او داونلود على الكمبيوتر بتاعك، وتجهز نفسك ان انت تبعت الفورم ديت على سبريد شيرت على طول. لو رجعنا بقى على سبريد شيرت هنا، هتلاقي هنا طبعا مكتوب لك ايه، بليز ساين اند ايميل ذا فورم بيلو از ان اتاتشمنت تو تاكسيشن اد spreadsheet.com. يعني الفورم اللي انت لسه موقعها ولسه معبينها مع بعض دلوقتي، هتقوم زي بعد ما نزلتها على الكمبيوتر بتاعك، تقوم حاططها في ايميل ل taxation as spreadsheet، وتبعتها على طول على هناك. تقول له بس في الايميل ان ديت ال W8BEN4، وان انت عبيتها بالمعلومات الصحيحه، ولو في اي انفورميشن زياده هم محتاجينها يبعتوا لك وانت تبعتها لهم. في الطبيعي مش هيعملوا لك اي مش هيطلبوا منك اي معلومات زياده، وهيقعدوا من 4 لـ 7 ايام عمل، وهيقوموا باعتين لك على طول ردين عليك بالرد بقى، ان هي لو انت مثلا ايه في حاجه ناقصه، او في اي انفورميشن هم عايزينها، او لو انت خلاص كده تمام وكل حاجه تمام وايه وعملوا اكسبت للفورم بتاعك. بكده يبقى خلص فيديو النهارده، ومعلش لو طولت عليك في الفيديو بتاع النهارده، بس كان فيديو مهم وكان لازم نشرحه مره واحده علشان ما ناخركش في الشغل. لو استفدت حاجه بقى من الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك بالقناه، لان ده فعلا بيدعمني اكمل شرح. ولو عندك اي سؤال عن الحلقه بتاعه النهارده او الحلقات اللي فاتت، سيبها لي تحت كومنت، او ابعتها لي على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك باللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق، واشوفكم على خير.